يوسف بدوي كمان النهارده حاله وقصه، خبطه في دماغه، اغمى عليه، الراجل بيفوق، البعثه المصريه بتقول له لا مش هينفع تلعب، مش هينفع تلعب، ما ينفعش تلعب وانت مصاب، خطر عليك. قال لهم لا هلعب، ينزل يلعب، يلعب المباراه النهائيه يفوز بيها عشان يشيل الذهب، عشان برضه يقف ويسمع السلام الوطني. اسمع السلام الوطني. National de la République égyptienne. Ladies and gentlemen, now the national anthem for the Republic of Egypt. في بعد كده جمال، في بعد كده بطوله، الراجل اللي كان بيلعب قدامه النهارده في المباراه النهائيه مستني لحظه الانسحاب، مستني الحكم او طاقم التحكيم يعلن انسحاب البطل المصري، ويلاقي البطل المصري قدامه يلعب المباراه يفوز بيها. انت بتتكلم في مشهد درامي، بتتكلم في مشهد يتعمل في فيلم. بالظبط بالظبط زي الافلام اللي انت بتشوفها، فاكرين كده الافلام اللي هي بتاعت الملاكمه وكده، ملاكم واقع على الارض مش قادر، مستني الانسحاب، ويقوم يقف على حيله ويدي القضية. حاجة في منتهى العظمة. طيب